الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا اليوم أقرب إلى التطبيق منه إلى الشرح، حيث كنا ذكرنا بالأمس بأن قوله الكلمة قول مفرد عبارة عن مقدمة قارن فيها بين اللغة والاصطلاح. عند لغة العرب تطلق الكلمة على أشياء وأشياء، لكن نحن في بابنا في باب النحو ماذا نريد من الكلمة؟ ماذا نقصد من الكلمة؟ في بالكم عندما تقولون الكلمة اسم وفعل وحرف، لما هكذا؟ قال: لأن الكلمة تطلق في عرفنا النحوي على ما كان أبجديا له معنى. أبجدي نطق به العرب بجذره، وضعه العرب لمعنى، قصدوا به معنى، حملوه معنى. فإذا الكلمة في عرفنا النحوي هي تلك الألفاظ التي قصد منها معنى. تم. فصارت الكلمة في عرفنا لفظ مقصود. يا أخي خلينا نعرف حالنا بالاختصار العربي، كل شيء قادر تستغني عنه من الألفاظ الكثيرة اضغطه. شو يعني الكلمة لفظ مقصود عندنا؟ ليش عم تقول لي لفظ مقصود؟ شيلها، قل يساوي قول. أحسنتم، قول، لأنه اللفظ المقصود هو عبارة أخرى عن القول، فالكلمة قول. انتهى. تقول لي طيب 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 دايز هذا لفظ؟ تقول لي صح، عم أقول لك لفظ مش قول، هذا مش قول، هذا ملفوظ من بين الشفتين. بس أنا امبارح قلت لك مش كل ملفوظ من بين الشفتين يعتبر كلمة عند العرب. وضحت إن شاء الله؟ قال: الكلمة قول مفرد. شو أرصدك بهذا التعريف بكلمة مفرد؟ قال: التفت، عنا كلمة أو عنا كلام، عنا كلمة وعنا أكثر من كلمة، بس نقول كلمة كلمة منكون قاصدين فيها تلك الحروف التي جمعت وضمت وبنت اللفظ، ابتنى عليها الملفوظ. شو يعني ابتنى عليها الملفوظ؟ يعني هي الأبجدية ثلاث أحرف الأربعة أحرف اللي مع بعضهم اجتمعوا فمثلوا كلمة، مثل زيد، علي، قائم، قام، من، في، حروف، أسماء، أفعال، انجمعت فيها حروف وشكلت منها كلمة. بحب إلكن الحروف التي تمثل اللفظ، قواعد يبتني عليها اللفظ اللي بنحمل عليه المعنى، هذه الحروف القواعد هذه بسموها حروف مبنى، حروف مبنى، حروف المبنى. ليش حروف المبنى؟ لأنه ابتنى عليها اللفظ، بس هي كل واحدة منهم لهذه الحروف ما إلى معنى. بالله عليك بالله عليك، زين من كلمة زيد شو له معنى؟ بدل على يد زيد أو على رجله وعينه؟ هو لا يدل على شيء، لوحده لا يدل على شيء. إذا هذا اسمه حرف مبنى، والياء حرف مبنى، والدال حرف مبنى، كلها شو صار اسمها؟ حروف المباني. ليش حروف المباني؟ ابتنى عليها المتن اللي حملنا عليه المعنى. أعطيكم مثال:
القائم ذهب معاملة استدراك. أنا عم زايد الكلمات. أنزل تنازل تضاربا. رح نلاحظ في جذور أساسية بتمثل أصل الأبجدي. أصل أبجدي له معنى عند العرب، مثلا تضاربا بترجع إلى أصل مادة ضربة، ترجع إلى أصل مادة ضربة، إلى جذر الضرب، ضرب ضرب. منيح؟ خلينا نشوف شو النسبة بين هودي الحروف وبين هودي الحروف. هون عنا ثلاث أحرف أساسية بهذه، هون عنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، صحيح؟ فينا نقول نحنا هلأ ابتنى الجذر على ثلاثة أحرف، بينما هون ابتنت الكلمة اللي هي فعل، هذا فعل ماضي مع ألف التثنية، ابتنت الكلمة كلمة على ستة أحرف. غلط غلط، ابتنت الكلمة على ثلاثة أحرف فلا تبنى إلا على ثلاثة أحرف حتى لو صارت ست أحرف. شو الفرق؟ هول يا أحبة اسم حروف المبنى، حروف المباني ابتنت عليها الكلمة. هون خلينا نقول شو زاد عنا؟ زاد عنا الألف تاع التثنية، زاد عنا هذا الألف تاع المفاعلة، وزاد عنا هذا التاء اللي هو شو؟ للمضي والانفعال الذاتي. لاحظوا يا أحبة، بس شلنا هودي الثلاث أحرف رجعت المادة الأصلية ضاء وراء وباء، رجعت. إذا شو صاير اسمهم هودي الثلاث أحرف؟ واحد اثنين ثلاثة. شو بنحب نسميهم لهو ثلاث أحرف؟ خل نختار لهم اسم، بنسميهم حروف المعاني، حروف المعنى. مقابل شو؟ حروف المبنى. ليش يا أخي سميت لك يون حروف المعنى؟ لاحظوا يا أحبة، كلمة ضرب المادة الأساسية ضرب اللي ابتنت منها حروف المبنى ثلاثة، ابتنت منها كل واحد من هودي الأحرف، هود ثلاث أحرف ما بيدلوا، يعني الضرب بالشو بيكون؟ باليد. في عنا ضارب وعنا مضروب وعنا أداة الضرب. خلينا نقول يعني الضاد بتدل على الضارب والراء بتدل على العصاية، يعني هما في هذه كلها معا أعطت معنى ضرب، فكلها حروف مبنى ابتنى عليها قاعدتها. بينما تعالى المقابل، هذا المقابل، أنا وياك فهمنا من كلمة ضرب أنه حدث ما اسمه وضع يد على آخر مثلا أو عصا، مش هذا معنى الضرب. شرب يا أخي شرب، فهمنا أن هناك شارب مزدرد مبتلع وهناك سائل شرب، شيكة كده شرب. لما صار تشارب، تشارب أنا وياك عرب فهمنا تشارب اللي مين ومين؟ اوه بسم الله، شو عرفك انه في اثنين؟ دغري بس قلت لك تشاربا، قلت لي والله مين ومين وشو شربوا وايمتى بالماضي، ايمتى؟ شو عرفك انه بالماضي وشو عرفك انه اثنين؟ منين عرفتن لهودي كلهم؟ ها اللي فهمتن كل ليتن، اولا فهمنا من الالف هذه الف المفاعلة. شو ألف المفاعلة؟ يعني ألف المشاركة، مطرح ما بتكون هذه الألف
بتدل على انه في طرف اخر معك. مثلا 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 اكل اليمين، اكل اليمين ومين، تآكل شيء تاني. طيب حاسب اللي مين حاسب مين؟ اذا هذه الف المفاعلة. طيب هذا المعنى ما كان ليكون بمادة شربا لولاه، صحيح؟ اذا هذا اول معنى. شو حبيت سمي لك اياه؟ اني حروف المعاني. اذا هذا اول معنى. هيا عندنا معنى اخر، منين اجا؟ اجا منها. طيب شيلوا لهذا، لانه هذا بعدين رح تعرف انه هذا مش حرف، هذا اسم، حطوا لنا اياه على جنب. قل تشارب، تقاتل، ما نفس الشيء، بس لك تقاتل بتقول لي من ومن، تقاتل. اذا الف الاثنين هي هي. جيد، هذه التاء اعطتنا معنى اخر، شو هو؟ تاء مره بتدل على انفعال ذاتي، تفعل، تكسر، او مره بتدل على مشاركه. اذا معنى زائد. من اجا؟ حروف معاني. جيد، بالاصل هذا شارب، طلع لنا تشارب، هذه التاء برانية زيادة، وهذا برانية بإشاربة. مثلا استف، استنزل. بس قول أنا كعربي استفعل، اللي والله شو تفهمني منه استنزل؟ بتقلي هذا حدا يطلب الفعل، استنزلنا الخير والرجاء من السماء. بس قول استنزل معناته أنا استنزل زيد، معناته أنا أطلب نزول الخير من السماء. لأنه بس تلاقي استفعل في طلب الفعل، ما في فعل، ما في فعل. استدرج، إلهي لا تستدرجني، استدرج. بس تلاقي استدرج استفعل، قل إن أحدا يطلب الاستدراج، يطلب النزول، يطلب الاستفعال. منين اجت هذه المعاني الزائدات؟ اجت من حروف زائدات. ها شو قلت لك؟ من حروف زائدات، مش حروف اصليات، حروف المعنى. لاحظنا هلا يا احبه انه ذهب، الذاء ما اعطتني فتحه الباب، والهاء ما اعطتني السياره، والباء ما اعطتني الوصول، بينما استذهب بلا طلب الاستذهاب حصل من السين والأمزة وإلى آخره. إذن حروف عند العرب للمبنى، وحروف عند العرب للمعنى. المعنى يعني الذي لم يكن لولاه، في معنى جديد إجا. هذا المعنى ما كان لولا الحرف الزائد، لولا الحرف المضاف الذي أضفناه. الآن نقول في شيء بوضح لكم، عفوا. جيد، الآن شو بدي يعني؟ هذا هذه المقدمة قلتها لأقول مثل ما إنه حروف المبنى بتمثل الملفوظ الفائدة، بتمثل القول، بتمثل الكلمة، تبنى عليها الكلمة، تبنى على هذه الحروف، فهي حروف مبنى. أقول هذا، هذا المبني اللي هو الكلمة قد يضاف إليه حروف أخرى ويبقى مفردا، نح بعد اسم مفرد. قد يضاف كلمة إلى كلمة ويبقى مفردا في مقابل الكلمات. قلت لك في عند العرب كلام وفي كلمة، في كلام وفي في كلمة وكلمات، منيح. بنقصد بالكلمة هذه اللي نحن عم نعرف لك إياها، هي القول الذي لا يجزأ معناه على حروفه. بس خلوها ببالكم، شو هو المفرد؟ المفرد هو
الكلمة المفردة أو القول المفرد هو الذي لا يجزأ معناه على أجزاء مبناه. والقد صرت عارف أنت مبناه شو هو، يعني حروف البناء، حروف المبنى اللي ابتنى عليها اللفظ. إذن لا يدل، لا يجزأ معناه اللي فهمناه بالذهن على حروف مبناه. طيب بالله عليك، إذا كان في عنا كلمة بتدل على معنى بس أجزاءها بتدل على أجزاء المعنى، شو بنسميها؟ مركب. أحسنتم، بنسميها كلمة مركبة. هي كلمة بس مركبة. ليش كلمة؟ قول لي كلمات يا أخي عبد الله، قول لي كلمات أخي. ماشي الحال، إذا بدي أقول لك عبد الله بقول لك كلمات، إذا بدي أقول لك عبد الله فلان، يعني فلان اسمه عبد الله، شخص سميناه عبد الله، هذا عبد الله مضاف، أضفنا كلمة إلى كلمة. بالمراد نحن لما سمينا هذا الشخص عبد الله سميناه عبد الله مركب ولا مفرد؟ هو مفرد قصدين، بس هون الكلمة بالمصطلح النحوي ليست مفردة، ليست مفردة، مركبة، لأنه المعنى اللي صار بالبال عنا مركب من العبودية لله. صح؟ منين فهمت العبودية؟ من كلمة عبد. منين فهمت الألوهية؟ من كلمة الله. صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، أمير المؤمنين صلى الله عليه، سيدة النساء صلوات الله عليها، هيا أنا عم نفهم معاني، بس من وين عم نفهم معاني؟ مش من حروف المباني، لا لا مش من حروف المباني يا أحبة. من شو؟ سيدة النساء، مش من حروف المباني فهمنا فاطمة، لا من ضم الكلمتين فهمنا فاطمة. إذن هذا شو اسمه؟ سيدة النساء مركب، عبد الله مركب، سواء كان مضاف أو مضاف. على كل حال تم المراد. قال الكلمة قول صاد، صاد يعني أصل. الكلمة قول مفرد، شين أي شرح. تطلق الكلمة في اللغة على، شوف اللغة يعني في مقابل الاصطلاح، يعني في اللغة يعني يستعملها أبناء العربية، أبناء اللغة العربية يستعملون لفظة الكلمة ويريدون بها أشياء وأشياء. بل شو يريدون بها؟ يريدون بها الكلمة على المنبر، يريدون بها الكلمة بمعنى الأمر، بمعنى الأمر يعني أعطاه كلمة، يستعملونها بمعنى الوعد. يا أخي العرب يستعملون بمعنى الوعد والميثاق، بيني وبينه كلمة مثلا. طيب إذن في اللغة تطلق الكلمة على الجمل المفيدة، على الجمل المفيدة المتعددة، الجمل المفيدة مش جملة واحدة. إذن تطلق على أشياء وأشياء. لا يهمنا في درسنا نحو، مش عم ندرس لغة، نحو. نحن أبناء النحو، ماذا نريد من لفظة الكلمة لما ما نستعملها من الآن فصاعدا؟ قال بعد شوي. إذن تطلق في اللغة على على الجمل المفيدة، كقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. لشو هذا النادم؟ كم كلمة قال؟ كثير. ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. رد الله تعالى عليه كلا هذه كلمة، بينما وقال كلمات، إلى قوله تعالى ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وفي الاصطلاح يعني في مرادنا نحن النحاة، نحن في عرفنا النحوي مش في عرفنا العربي، ماذا نريد من لفظة الكلمة؟ قال نحن نريد منها القول المفرد. لما بعدين بقول لك كلمة مبنية وكلمة معربة كن قاصد من الكلمة مفرد،
لما بقول لك بعدين تقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، قصدنا فيها اللفظة المفردة المستعملة لها معنى. قال هذا فهمنا المراد من الكلمة. طيب شو المراد من القول؟ والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى في مقابل إيش؟ في مقابل الملفوظ غير الدال على معنى اللي اسمه مهمل. هو ملفوظ ما فيك تقول عنه مش لفظ، ولفظ شو شو حفيف ومش حفيف، لفظ خرج من بين الشفتين ليس حفيفا إنما صوت هواء خرج من بين الشفتين بوتر. فإذا هو لفظ، نعم لفظ، صوت، نعم صوت، لكنه ليس لمعنى، فهذا اسمه مهمل، ملفوظ مهمل، لفظ مهمل. في أن لفظ مستعمل، نعم، شو اسمه لفظ المستعمل؟ قول، اسمه كلمة. كرجل وفرس، ليش أعطى مثالين؟ يعطي مثل واحد بكفي، احنا بنشتغل بالدقدقة. شو الفرق بين المثالين رجل وفرس مثلا؟ بس نحن عم ندرس نحو، عم ندرس لغة ألفاظ. أعطاك لكل الحروف مثال على مخارج الحروف. اللفظة الأولى ما فيها إطباق شفتين، رجل ما فيها إطباق شفتين، تخرج من أدنى حركات اللسان وبدون إطباق. فرس ف ف لابد من تحريك أدنى ولو للشفة، فيها حروف صوت. بالتين الأولى ما فيها حروف صوت اللي هي السين. إذن يقول سأعطيك مثالين يجمعان جميع ملفوظنا المستعمل، وفي مقابله سواء كان له صوت بلا صوت مع حركة اللسان بحركة شفتين مهما كان لا معنى له فهو مهمل، انتهى. والمراد باللفظ، شو المراد باللفظ يا ابن هشام؟ انت ما عبرت بتعبيرك الكلمة قولا مفرد، انت ما عبرت لفظ، ليش عم تشرح لنا اللفظ؟ قال عم بشرح لك اللفظ لإلك، ليش ما سميت لك الكلمة لفظ، سميت لك الكلمة قول؟ قال لأن المراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف، يعني حط حد منها كل ما يخرج مما له صوت من بين الشفتين هذا لفظ. طيب سواء دل على معنى كزيد أم لم يدل على معنى كديز مقلوب زيد، هب فعل أمر من وهب، به لا معنى له عند العرب. وقد تبين من هذا الكلام أن كل قول لفظ ولا ينعكس. ليش كل لا؟ وقد تبين أن كل قول لفظ، ليه؟ لأن القول شو هو؟ القول ألفاظ لها معنى، إذن هي ألفاظ لها معنى، بينما بالمقابل في ألفاظ ما إلها معنى، فأي الأعم؟ الألفاظ، وأي الأخص؟ الأقوال. جيد، فإذا كل قول هو لفظ لأن اللفظ يطلق على القول وزيادة، له شريحتان، اللفظ شريحتاه ملفوظ مستعمل ملفوظ مهمل، انتهى. جيد، فإذا كل قول لفظ صح، وليس كل لفظ قولا. ليه؟ لأنه فيه ملفوظ لفظ بس هو مهمل فلا يسمى قول. عبارة أوضح، كل إنسان حيوان صح؟ كل إنسان حيوان يعني فيه حياة. طيب كل حيوان إنسان صح؟ لا. إذن الطبقة العليا الدائرة العليا شو اسمها؟ جنس. الطبقة السفلى شو اسمها؟ نوع. هذا الجنس اللي هو جنس الحياة جنس الأحياء، عملنا شو نعمل هلأ؟ نوعه تحت منه شوفة أنواع، بس كفوا معاي شوي. طيب النوع إذا بدنا نجزئه شو بنسميه؟ يلا يلا تصنيف، نصنفه مثلا. مثلا جنس ما فيه الحياة اسمه حيوان، ينقسم إلى ناطق، نابح، ناهق،
مدري شو بيعملوا بعد أصناف الحيوانات أنواع. نوع منه إنسان ناطق حطيناه. هذا النوع تحت منه جايين بدنا نجزئه كمان ذكر أنثى أو عالم جاهل متدين غير متدين، عم نصنفه ها صار اسمه أصناف، شاعر كاتب أديب، هذه أصناف تصنيف. تحت التصنيف في دوائر أضيق وأضيق وأضيق وأضيق. هم درس إن شاء الله بحول الله وقوته بالقسمة بالمنطق. جيد. إذن ما الدائرة الكبرى اسمها جنس، جنس ما يلفظ، جنس ما يلفظ. شو في تحته أنواع؟ جنس ما يلفظ في دائرة لها معنى اسمها قال، وفي دائرة ما إلها معنى اسمها مهمل. جنس الحي، جنس الحيوان في تحته ما ينهق ومنه ما ينطق. ما ينطق هو الإنسان، فكل ناطق شو حيوان بلا شك. راح تلاقي لك فرد من أفراد الإنسان ما في حياة، ما في جنس الحياة، إيه في، بس هودي يكونوا تحسبهم أحياء وهم أموات أصلا. جيد أم نمزح؟ إذا كل أفراد الإنسان حيوانات فيهم حياة، بس مش كل أفراد الحيوانات إنسان. شو بتقول هلا؟ قل كل إنسان حيوان ولا ينعكس، لا ينعكس، ما في تقول وكل حيوان إنسان، لأنه النابح حيوان بس مش إنسان، الناهق اللي بينهق كمان حيوان بس مش إنسان، زاجل حيوان بس مش إنسان. إذن كل ناطق إنسان ولا ينعكس. سؤال، أي أشمل، اللفظ ولا القول؟ أي دائرة أوسع؟ لفظ بلا شك. الدائرة الأضيق هي القول، فدائما كل أضيق تابع للأوسع ولا ينعكس. ولذا قال وقد تبين أن كل قول لفظ، لأن الدائرة الأضيق تحت الأوسع ولا ينعكس. ما فينا نقول كل لفظ قول، لأنه دايز هي لفظ بس مش قول. انتهى. والمراد بالمفرد، شو حطينا لك العبارة اللطيفة؟ شو هي العبارة اللطيفة؟ قلنا المراد بالمفرد هو ما لا يتجزأ معناه على حروف مبناه. شو قال هو؟ قال ما لا يدل جزءه، يعني جزء لفظه، على جزء معناه. خليها ما لا يدل جزء مبناه على جزء معناه. انتهى. وضحت إن شاء الله؟ جميل. وذلك نحو زيد. كلمة زيد بتدل على مين؟ على زيد ابن الحارثة. زيد ابن الحارثة الله يرحمه. هذا زيد ابن الحارثة ما بدل الزين فيه على راسه والياء فيه على جوفه والدال فيه على أطرافه حتى يصير اسمه زيد، فإذا شلنا الزين بضلنا نفهم منه البطن والأطراف. لا، لا يدل أجزاؤه على أجزاء معناه. واضح. فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل عليه إذا اجتمعت. ليش؟ هذه حروف مبنى. أوعك تستشكل بينك وبين حالك، أوعك يعني إياك تستشكل بينك وبين حالك، قلت مبين، المنازلة، المضاربة، المشاركة، الاستفعال. هينا إذا ركزنا منلاقي الحروف بتدل على أجزاء المعنى. شو تجاوب؟ قل لا، الاستفعال والاستشراف وهذا، الحروف هذه بتدل على أجزاء معنى لأن هي حروف، لأن حروف معنى مش حروف مبنى. وضش الإشكال. كلمة زيد زين ياء دال إذا أفردتها ما عادت تدل على شيء الحروف. ليه؟ لأن حروف مبنى. ما تستشكل وتقول طيب المقاتلة إذا أفردنا حروفها أو شفنا حروفها كل حرف بدل على شيء زايد.
فلاش عم تقول انت انه اذا افردت الحروف لا تدل على اشياء. بقولك حبيبنا الحروف التي اذا افردت لا تدل على شيء حروف المبنى، اما الاشياء الحروف التي تدل على وجود بوجودها وعدم بعدمها هي حروف المعنى. فنحن كل كلامنا وين؟ في حروف المبنى. مش واضحين هولي؟ حاسسون؟ لا ان شاء الله ان شاء الله. فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل عليه، مما يدل هو عليه، بخلاف قولك غلام زيد. شيل هالمثال هذا، حط بخلاف قولك صاحب الأمر أمير المؤمنين عليه السلام. جيد، أمير المؤمنين علي. بس هذا إذا طلعت أنت بالمعنى كيف دلك لفظا أمير المؤمنين على علي؟ كيف؟ بالأصل أمير دلك على الإمرة، والمؤمنين دلت على الناس آمنوا، ضمهم لبعض أعطاك إمرة المؤمنين، بالذهن انحصرت بعلي، صحيح؟ فإذا إذا أفردت هذه الألفاظ عن بعضها بيختل أجزاء من المعنى. بالله شيل كلمة المؤمنين، تبقى عندك أمير، ما عادت تدل على علي بالخصوص، صارت دل على مطلق شخص له الإمرة. والمؤمنين شيل الإمرة وقول المؤمنين على الحل، شو بتدل؟ على جماعة آمنوا. فإذا إفراد أجزاء المركب ينفرد المعنى أيضا، يتجزأ المعنى. هذا شو بنسميه؟ مركب. فإن كلا من جزئيه وهما الغلام وزيد دال على جزء معناه، فهذا يسمى مركبا لا مفردا. خلصنا. تسأل لما هذا الشرح المستفيض المستطيل؟ ليش هذا الشرح الزائد؟ قال لأنك سيمر عليك في علم الميزان والمنطق أنه في باب التعريف في مقام الحدود والتعاريف يجب عليك الاختصار غير المخل، مش بس باللغة العربية، كل التصانيف العلمية. شوف شو بيعملوا. مجمع كيميائي ما بيختصر لك يا بحرفين ثلاث أحرف O, H كذا، بدلك على إلى آخر. في مقام التعريف، في مقام التعريف العلمية، مش في مقام البسط والشرح. لازم الاختصار غير المخل. يعني إذا قلت لك أني عرف لي الكلمة، ما تقول لي الكلمة كانت تدل عند العرب على كذا. يا أخي مش طالب منك محاضرة، طالب منك كلمة وعرف الكلمة دغري مباشرة. يا أخي الماء مما يركب الماء؟ الماء حينما أنزله الله تعالى من السماء كان سائلا ثم يا أخي عرف، مش عاملك أشكر نعائم ربك عز وجل على الماء. عرف الماء، قل لي أكسجين وهيدروجين، انتهى، عنصرين. الكلمة عرف لي إياها. في مقام التعريف دائما الإنسان، عرف للإنسان. الإنسان هو خليفة الله على الأرض، اختصه الله تعالى بنعمة العقل ليسيطر على باقي الكائنات. أنت عم تشرح لي خصائص الإنسان يا أخي، أعطي الإنسان حيوان الناطق، ده مثلا عم بحكي باب المثال. هو الإنسان بدنا نعرفه، هو لحد إسا بعد الإنسان مش عارف حاله، كيف بدنا نعرفه نحن؟ المهم على كل حال، فيقول لأننا في مقام التعريف حبينا نقول لك كيف يبنى التعريف، كيف نعرف. أنا اخترت لك الكلمة قول ومفرد، هل أدي؟ لازم برر وبرهن لما اخترت قول ومفرد. هذا الشرح كليته لأجل هذا. قال فإن قلت، تسمعوا كلمة فإن قلت، قلت هي الطريقة الحوزوية، النقد والإبرام. لا تأخذ شيئا أخذ المسلمات، بس لا تبطل شيئا قبل البرهان. ما في عندك شيء مسلم، جيد، حتى تقيم عليه البرهان، بس لا تبطله قبل البرهان. هذه قاعدتين عندنا، شو هن؟ كل ما طرق سمعك فضعه في خانة الإمكان حتى تقيم عليه البرهان.
كل ما طرق سمعك، كل ما إجا في بالك حطه في خانة الإمكان. بس قول إمكان شو يعني؟ إمكان النعم وإمكان لا، حتى تقيم عليه البرهان فيثبت أو يبطل. يقول: فإن قلت، إشكال، إن قلت لما لا اشترطت، حلوة العبارة هذه، لما لا اشترطت يعني لما لم تشترط، جيد، لما لا اشترطت في الكلمة الوضع، شو يعني؟ يعني أنت عم تعرف، هو في مقام تعريف، شو عرف الكلمة؟ قول مفرد، لاش قال الكلمة قول؟ يا أخي لما لم تقل الكلمة قول موضوع لمعنى؟ لما لم تقل هكذا الكلمة قول موضوع لمعنى، أو الكلمة قول مفيد؟ لما لم تقل هكذا؟ مفيد يعني مفيد لمعنى، موضوع لمعنى، مستعمل في معنى، واحدة من هول. ليش لم تقل الكلمة قول مفيد لمعنى، موضوع لمعنى، مستعمل في معنى؟ لما لا اشترطت في الكلمة الوضع، يعني لما لم تشترط في تعريف الكلمة أن تقول الكلمة قول أو الكلمة مستعمل في معنى، قول مستعمل. واضح الإشكال؟ جميل، هو هذا اللي بده يرد فيه، احنا صرنا نجاوبين اصلا، رائع. هو سيرد ويقول، يقول اذا قلنا الكلمة لفظ نضطر نقول مفيد او موضوع لمعنى، بس نحن خلصنا من كلمة اللفظ تنخلص من هذا الاشكال. رائع، انت جاوبتي على اللي اجبنا فيه، هذا وجه الاشكال. رائع. يقول: فان قلت لما لا اشترطت في الكلمة الوضع، يعني لما لم تشترط في تعريف الكلمة ان تقول الكلمة قول موضوع لمعنى، كما اشترط من قال الكلمة لفظ، يعني في التعريف ابن مالك في الألفية الكلمة لفظ مفيد، الكلمة لفظ مستعمل، الكلمة لفظ موضوع لمعنى، ليش غيرك قال موضوع لمعنى وانت ما قلت الكلمة قول موضوع لمعنى؟ لما قال؟ لأني استغنيت وقد احتاجوا، أنا استغنيت عن ذكرها وهن احتاجوها، هن عرفوا الكلمة لفظ، لازم يقول ساعتها لفظ مفيد لمعنى، لفظ موضوع لمعنى، لفظ مستعمل لمعنى، لأنه في ملفوظ لا معنى له. بينما نحن ارتحنا ونحن قلنا الكلمة قول، يعني دغري عرفناك الكلمة شريحة ألفاظ مستعملة، خلصنا. لو قالوا لك الكلمة شريحة ألفاظ، لا بده يكفي مستعملة. نحن نقول لك الكلمة قول عرفناك، مثل إذا واحد عرف لك الإنسان حيوان، كل واحد عملت كفي كفي، قل الإنسان حيوان ناطق. طيب إذا سألتني أنا شو بتقول لي الإنسان؟ بيقول لك بشر، ارتحت، لا جبت سيرة الحيوان، بس جيب سيرة الحيوان بدي جيب سيرة شو؟ ناطق. بس قلت لك الحيوان وبشر ما احتجت كلمة ناطق، بس عفوا. إذا سألتني وقلت لي عرفت لي الإنسان، قلت لي الإنسان بشر، ليش ما قلت لي بشر ناطق؟ بلك لا حبيبي، أحسنت، بلك لا حبيبي، اللي عرف لك الإنسان بأنه حيوان بيضطر يقول لك ناطق، بينما أنا ما جبت لك سيرة الحيوان تنوع لك، أنا قلت لك الحيوان وبشر. جميل، لطيف كلامك، لطيف جدا. سيأتي معك بعد سنين طوال، بس تجتهد بباب المنطق في القسمة تحديدا، ستقول هناك ليس من تعريف حقيقي، كل التعاريف اسمية لفظية، وألا الحقائق لا يعرفها إلا خالقها. وضحت؟ أنت عم تعرف حقائق، تعرف حقائق، مش بتعرف حقائق حتعرفها؟ فكلها على تعاريف خصائص، كلها تعاريف خصائص. سؤالك لطيف، وضحت إن شاء الله؟ الإنسان حيوان ناطق، تعريف، هذا تعريف الإنسان حيوان ناطق، والله بالله تالله إن الإنسان حيوان ناطق، بلك إيه صح، بس والله بالله تالله لا أدري حقيقة الإنسان.
الإنسان. أنت عم تسألني عن تعريف الإنسان، تعريف ما يظهر لي من الإنسان، والله حقيقة الإنسان. إذا حقيقة الإنسان، خلي أعرف حقيقة الإنسان، تعرف لك يا بالأول. أنا أجهله، أنا بعدني بجهل الإنسان. وضحت كيف؟ بعد واحدة تانية، الملك مخلوق نوراني. ما شاء الله، إيش بتعرفه الملك حتى تعرفه مخلوق نوراني؟ من الملك مخلوق نوراني؟ إذن تعريف خصائصه أنه مخلوق نوراني، أما تعريف حقيقته شو عرفنا؟ وضحت؟ العصمة، أنا بعرفها العصمة علم وإحاطة بعالم الممكنات. إيه مزبوط، من لوازمها من خصائصها أنها هكذا. وضحت؟ هذا التعريف ما قلنا فيه. الآن نقول إذا سألتني لما لم تأتي على كلمة الناطق لما عرفت لك الإنسان، عرفت لك الإنسان بشر، أنا هيك قلت الإنسان بشر. اللي امبارح سألنا الشيخ وقلنا له عرف لنا الإنسان مولانا، عرفوا الإنسان حيوان ناطق، ليش أنت ما جبت كلمة ناطق؟ بيقول لك إيه حبيبي، اللي عرف لك الإنسان بالحيوان بيضطر يقول ناطق حتى ما يدخل الناهق مع الإنسان، بينما أنا ما جبت سيرة الحيوان فأنا مستغني عن شرطه ناطقية، أنا قلت إنسان وبشر. الآن الإنسان هون يعني الكلمة، اللفظ هون يعني الحيوان، الناطق هون يعني المفيد، الموضوع المستعمل. فمن قال الكلمة لفظ بده يقول مفيد موضوع مستعمل، الإنسان حيوان ناطق، بس اللي قال الإنسان بشر قال الإنسان الكلمة قول، ما عاد في داعي يجيب قول مفيد حيوان ناطق، ما في داعي لها. وضحت إن شاء الله؟ قال قلت إنما احتاجوا إلى ذلك، يعني إلى كلمة مفيد ومستعمل وموضوع مع الكلمة، إنما احتاجوا إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة. عرفوا الكلمة لفظ، ما عرفوا الكلمة قول، عرفوا الكلمة بجنسها، عرفوا الإنسان بحيوانه، وبس تعرف الإنسان بحيوانه بدك تضم له ناطق، عرفوا الكلمة بلفظها بدك تضم لها مستعمل، بينما أنا عرفت لك الكلمة بخاصيتها الكلمة قول، وعرفت لك الإنسان بخاصيته بشر، ما عاد في داعي صنوع الجنس، أنا ما استعملت الجنس اللي هو اللفظ، فلما تلزمني بتصنيفه؟ هذا هو. Thank you.
التصنيف أو التفكيك. المقصود عندك جواتك، مرة تلفظه مرة تخلي منوي نفسي. إذا لفظته مرة بتلفظه بلفظة مستعملة، مرة بتلفظه بلفظة مهملة. بتحب تسمي مستعمل يساوي مفيد، مستعمل يساوي موضوع، مستعمل يساوي قول، مهمل يساوي متروك، يساوي معزول، يساوي لا معنى له، يساوي 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 إلى آخره، نفس التعابير. جيد، صرنا المستعمل، زلنا عند المستعمل، مرة بيكون مركب ومرة بيكون مفرد. إذا كان مفرد يعني كلمة، إذا كان مركب كلمات. أحسنت، كلمات. خلاص، فبتقول المستعمل مرة كلمة واحدة مرة كلمات. أخي ليش اللي كلمة واحدة اللي مفرد، وتقول لي كلمات كثيرات ما شاء الله عنك وعن عربيتك اللي مركب. خلصت. فهوني بدك تقول لي إياهن كلمة مفردة. إيش كلمة مفردة؟ كلمة. فإذا هون بتقول المستعمل مفيد الموضوع، كل واحد من هذه يغني عن أخواتها، كل واحد من هذه يغني عن أخواتها. انزل من المستعمل كلمة ومركب، مفرد ومركب، شأنك. انزل للمفرد، قسم اسم فعل حرف، قسم الاسم إلى معرب مبني، قسم المعرب إلى مرفوع منصوب مجرور، قسم الفعل إلى قسم. هذا تقسيمات صنع باب القسمة. الآن اللفظ والقول، نحن شو عرفنا الكلمة؟ بالقريب. عرفنا الكلمة بالقريب، عرفنا الكلمة بالقريب، ما عرفنا الكلمة بالبعيد. لو عرفنا الكلمة بالبعيد قلنا الكلمة لفظ، بدعون انزل هو المستعمل، بدعون يرجع. بس لو رجعت دغري مباشرة الكلمة قول، واضح القول؟ إذا مش واضح اطلع، بس إذا واضح خلص هو أفهم. بس إذا طلعت على المجهول بقعد تنزل على الموضح. وضحت إن شاء الله؟ هذا جنس، هذا نوع، هذا صنف، وانزلها. هي ذاتها الطريقة الجسم حي جامد. الحي نبات حيوان، الحيوان ناطق ناهق ومدري شو بعد. ناطق من صنفه انثى ذكر، من صنفه هو وننزل بالتصنيف. اذا سالتني ما هو الانسان، واضحين هودي اللي كتبناهم الاول جايك جيد. اذا قلت لي عرف لي الانسان، شو بعرف لك اياه؟ الانسان. الإنسان شو بدي أعرفه؟ يعني لوين بدي أرده؟ عارفه يعني لوين بدي أرده؟ إلى أي دائرة أخذه أرده؟ فإذا رديت الإنسان إلى دائرة الجسم، الحيوان، لأي دائرة بدي أرده؟ حيوان، أصناف حيوان. فإذا سألتني عرف لي الحيوان، هكذا. إذا بعرف لك الحيوان للجسم، للعالي للبعيد، بدعون انزل وقول جسم حي. اترك هودي تنبغ الأسهل منها. الحيوان يساوي الإنسان ناطق، الحيوان ناطق، بشر، الجسم حي جامد، نبات Yeah.
الإنسان هون مرادنا فيها كلمة. إذا رجعنا الإنسان إلى الدائرة الأضيق، الإنسان ناطق يساوي بشر. إذا جيت أنا قلت الكلمة أو الإنسان ناطق، ما مضطر أقول حيوان ناطق. إذا رجعت الحيوان بدي اضطر أقول ناطق، بس إذا قلت الحيوان الإنسان وبشر ما عاد في دائرة. انتهت إن شاء الله واضحة. قال قلت إنما احتاجوا إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة، واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل، فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع. يعني لو قالوا الكلمة لفظ بدهم يقول لفظ مفيد، ما فيهم يقول لفظ على الحل، لأنه بس يقولوا لفظ معناته دخل زيد ودخل ديز، فلازم يقولوا الكلمة مستعملة بالخصوص. ولما أخذت القول جنسا للكلمة، يعني أنا قلت الكلمة قول، رديتها إلى الأقرب وهو خاص بالموضوع، وكلمة قول هذيك يا هونيك قول وموضوع مفيد بمعنى واحد. ولما أخذت القول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع أغناني ذلك عن اشتراط الوضع، أغناني ذلك عن اشتراط الوضع. بس قل الكلمة قول، ما في داعي أن أقول الكلمة قول مفيد، الكلمة قول مستعمل، الكلمة قول موضوع. الكلمة قول، مثل ما قلت لك الإنسان بشر، لو قلت لك الإنسان حيوان بدي أقول لك ناطق. جيد. إشكال تاني، شو هو الإشكال؟ شفتوا اضطرينا نجيب الإشكالات، مش نحن اللي عم نجيبهم، هو عم يجيبهم. إشكال آخر، شو عبرت أنت الكلمة قول؟ فإن قلت لما عدلت عن اللفظ إلى القول، ليش قلت أنت عم تعرف؟ قلت الكلمة قول، كان لازم تقول الكلمة لفظ لحتى نعرفها. قال إشكال برد بوجهين. شو هن الوجهين؟ الجهة الأولى إنه اللفظ جنس بعيد للكلمة، والقول جنس قريب. الدائرة الأقرب للكلمة هي القول، ليش تردها إلى الدائرة الأبعد؟ بصير حالك مثل حال من سألك عرف للإنسان، قلت له الإنسان جسم، بس قلت له الإنسان جسم بعد بدك ثلاث أربع قيود. الإنسان جسم حي نام حساس حي بالحياة الحيوانية. ف قال لأن الجنس لفظة جنس بعيد، والقول جنس قريب، وبس يكون جنس بعيد بيشمل اللي معك واللي مش معك. إذا عرفت لي الإنسان جسم بيشمل جسم كل الموجودات، جنس بعيد بيشملني وبيشمل غيري، بس عرف لي بشيء دائرته على قد دائرتي بصير أسلم لانطلاقه، يعني لأنه يطلق على المهمل والمستعمل كما ذكرنا. بعد والقول جنس، شو قصده فيها له؟ لاختصاصه بالمستعمل، جنس للكلمة، القول جنس للكلمة، من خصائصها، لا مش من خصائصها، جنس لها، مثل البشر والإنسان. أنا وياك جنسنا البشر، الإنسان تعريفنا، فجنسنا البشر. صح جنسنا الأعلى شو هو؟ حيوان. جنسنا الأعلى الأعلى شو هو؟ أجسام. جنسنا الأعلى الأعلى كائن. شو بدك تعرف لي بالجنس البعيد؟ عرف لي بالجنس اللي فوقي دغري مباشرة. فأنا اخترت الكلمة قول لأن جنسها الأقرب، ليش بدي يطلع لجنسها الأبعد؟ واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود، شو يعني الحدود؟ تعريف، كلمة الحدود يعني التعريفات. واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر،
عيب عند أهل البرهان، نظر يعني البرهان، ومنه سميت النظرية. القواعد الكذائية والمقالات الكذائية تقسم إلى نظريات وغيرها، نظرية وأطروحة. النظرية هي التي قال بها أهلها بعد تمحيص وإدراك، سمى النظر أهل النظر، وهي اسم يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. اللهم صل على محمد.